عايز برضو اسال حضرتك على حاجه بعيدا بقى عن لقاء القمه. فكره ان احنا كلنا سعدنا من كام يوم بترشيح محمد الشناوي للحصول على جائزه ولقب احسن حارس مرمى في العالم، وجوده في قائمه بتضم 19 20 اسم من اهم واتقل اسماء حراس المرمى في العالم، ده من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه بيتسو موسيماني نفسه وترشيحه برضو لجائزه المدرب الافضل في العالم، يعني شفت الموضوع ده ازاي؟ لا هو مجرد الترشيح شرف اكيد، يعني مجرد ما اسم حد بيتحط سواء كلاعب او مدرب انه ضمن الناس اللي ممكن تختار فده لوحده خلاص دي لا، ويبين ثقه للنادي الاهلي طبعا. اه طبعا اكيد طبعًا. ما هو لو مش بسهوله، لو هو مش في الاهلي طبعًا. ما هو لو مش محقق الانجازات دي كلها ما كانش هيبقى في القايمه دي اصلا، مش هيبقى في القايمه صحيح. دي فطبيعي، يعني هو في جزء كبير انه هو مرتبط بالنادي الاهلي، في جزء طبعا على اللاعب او المدرب او طبعًا. كذا او الشخصيه طبعًا. نفسها يعني. فطبعا مجرد الترشيح ده شرف كبير جدا، نتمنى طبعا حد فيهم يحصل على اللقب، وان كانت طبعا ما فيش شك ان هي هتبقى صعبه شويه، لانه في حاجات بتبقى مقارنات يعني تصنيفات، لا مش ظلمه، في تصنيفات معينه، مثلا الدوري الاوروبي غير الدوري المصري، بطوله اوروبا غير بطوله افريقيا، حد مثلا عمل انجازات على مستوى كبير مع منتخباتهم فدي برضو ليها حسابات معينة، لكن مجرد الترشيح نفسه طبعا حاجة مهمة جدا وشرف يعني.